الريسيرش عموما دايما بيبدأ بسؤال a question، وفي تنوع في الأسئلة. يعني أنا ممكن أسأل أي سؤال، تمام؟ ممكن أسأله مثلا أقول هل الموضوع ده بيحصل ولا ما بيحصلش، إزاي بيحصل، أو ليه حصل، تمام؟ أو إمتى بيحصل، تمام؟ يعني مثلا ممكن أسأل is this condition happened؟ طيب وإيه this condition happen لو حصل حاجة معينة؟ أو أسأل على why، ليه بتحصل أصلا؟ أو أسأل عن how، أو إزاي بيحصل؟ أو الموضوع ده إزاي بيحصل أصلا؟ أو disorder ده إزاي بيتكون؟ أو ممكن أسأل when، هل في حاجة معينة وقت ما تحصل when ممكن تسبب الديسوردر ده؟ كل ده تنوع في الأسئلة. تنوع الأسئلة خلى طريقة البحث أو الكلينيكال ريسيرش أو ريسيرش عموما في لي أنواع ولي كلاسيفيكيشنز. أشهر كلاسيفيكيشنز هو يا إما إن كان البحث ده بيزك ريسيرش أو أبلايد ريسيرش. وأنت صغير لما تيجي تفكر يجي قدامك كلمة باحث، الصورة النمطية ليه هو الراجل اللي أنت بتشوفه بيبقى لابس بلطو وشعره منعكش وواقف في المعمل وعمال يعمل اختبارات وتجارب عشان يحصل على نتائج معينة. الاختبارات أو اللابوراتوري ريسيرشز اللي بتحصل جوه المعمل على مستوى محدود، أو أنا عاوز أختبر حاجة معينة سواء كانت كيميكال أو فيسيولوجيكال، دي اسمها البيزك ريسيرش. مثال عليها مثلا أنا عاوز أشوف السوليس مصل فيها تايب 1 أو تايب 2 مصل فايبرز، بالنسبة كمان للمثلا الفليكسور كاربيرادياليس نسبة التايب 1 مصل فايبرز في السوليس قد إيه بالنسبة للبريكيرادياليس. فأبدأ إن أنا باخد زي بيوبوثي أو عينة من السوليس مصل وعينة تانية من البريكيرادياليس، وتحت كنترولد كونديشن جوه المعمل ابدا ان انا اختبر العينتين واقارن ما بينهم سواء كان تحت الميكروسكوب او عن طريق كيميكال رياكشنز. اللي بيحصل ده اسمه بيزك ريسيرش. انا بقى كلينيكالي في شغلي، انا كلينيكالي في شغلي في التريتمنت، وجه الاستفاده هيبقى قد ايه؟ ممكن نستفيد منه بس بشكل اندايركت، يعني احنا ممكن نحط بعض التفسيرات ولكن مش بيدي ريزلت دايركت. يعني مثلا مش بيقدر يقول لي مثلا ان نوع معين من strengthening exercise مفيد في حالة السوليس اكتر من حالة البريكيرادياليس، لان النوع ده من الريسيرش هو محدود بconditions معينة وبيتجاهل conditions تانية. الهيومن بينج مش عبارة عن آلة كيميكال بتتحرك على مستوى الخلية، لا، في عوامل تانية بتأثر على الفانكشن غير العوامل اللي هي البيزك. ده النوع الاولاني من الريسيرش وهو البيزك ريسيرش. النوع الثاني اللي هو الابلايد ريسيرش. ابلايد ريسيرش هو جزء منه اللي هو موضوع بنتكلم عليه اللي هو الكلينيكال ريسيرش. في الابلايد ريسيرش احنا بقى بنابلاي على طول الميثود اوف اسسمنت او الانترفينشن او التريتمنت، وعاوزين نشوف علاقه ده مثلا بالامبروفمنت او التحسن، او لو في ريسك فاكتورز معينه لو هي موجوده في مكان ما او في مجموعه معينه من الاشخاص، هل ده بيؤدي الى ديزيز او ديس اوردر معين ولا لا. هنا احنا بنقيس الكونديشن زي ما بتحصل في الكلينيكال فيلد عادي. الكلينيكال ريسيرش زيه زي اي ريسيرش، بسال اي سؤال ان كان عاوز اعرف ان الكونديشن ده موجوده ولا مش موجوده مع حالات معينه، عاوز اوصف ديس اوردر معين او حتى اوصف اشخاص نورمال، عاوز ان انا اشوف سبب او مسبب لحاجه معينه، ايه اللي خلى الديزيز ده يحصل، ايه اللي خلى التريتمنت ده يعمل تحسن معين، عاوز اقارن ما بين حاجتين تو ميثودز اوف اسسمنت. كل دي اسئله ومحتاجه اجابات. فبالتالي الكلينيكال ريسيرش نفسه برضو في تحته كلاسيفيكيشنز، في كلاسيفيكيشنز للريسيرش. عندنا ثلاثة كلاسيفيكيشنز مشهورين يندرج تحتهم على فكرة أنواع مختلفة من الأبحاث على حسب الديزاين اللي أنت هتستخدمه في الريسيرش بتاعك. خليك واسع الأفق، البحث مش مجرد إن أنا بجيب مجموعتين من الناس وأبدأ أقارن ما بينهم. البحث هو إجابة على أسئلة كتير، كل سؤال بيحتاج طريقة معينة عشان أقدر أجاوب عليها. أشهر ثلاثة كلاسيفيكيشنز عندنا، رقم واحد الإكسبلوراتوري
ريسيرش. رقم 2 الاكسبليناتوري ريسيرش. رقم 3 الديسكريبتيف ريسيرش. من اسمائهم كده اقدر ان انا اقول هم عباره عن ايه. بالنسبه للاكسبلوراتوري ريسيرش، انا باكسبلور سمثينج، عاوز اشوف الموضوع ده موجود ولا مش موجود. هو طبعا في كذا يعني اكزامبلز ليهم او في كذا ديزاين ليهم. مثال عليه اللي هو الكيس كنترول ستادي. يعني مثلا انا عاوز اعرف يا جماعه، انا عندي دلوقتي سؤال، الناس اللي عندهم دايبيتس بالنسبه للاشخاص النورمال، هل بيحصل عندهم لانج بروبلمز زي مثلا السي او بي دي مثلا اكتر، ولا سواء كان عنده دايابيتس الشخص يبقى عنده دايابيتس او ما عندوش دايابيتس كده كده نسبة حدوث السي او بي دي واحدة. ساعتها لازم هنا السؤال از، يعني هل هنا الدايابيتس هو ريسك فاكتور ان الانسان او الشخص يحصل له يكون سي او بي دي. في الحالة دي انا باكسبلور، مش عاوز اعرف ليه او مش عاوز اعرف ازاي. يعني انا دلوقتي لسه ما وصلتش للسؤال ده، انا الاول عاوز اكسبلور سمثينج، عاوز اشوف هل هو موجود ولا مش موجود. ده اسمه اكسبلوراتوري ريسيرش. مثال الاكسبلوراتوري ريسيرش زي ما قلت الكيس كنترول ستاديز. يبقى عندنا هنا في البدايه بحدد الكيسز، وسامبل ثانيه اللي هي الكنترول من اشخاص طبيعيين. تمام، اقول مثلا هجيب 1000 كيس وبعدين ابدا اقسمهم وفقا للفاكتور اللي عندي، ناس عندهم سي او بي دي وناس ما عندهمش سي او بي دي. ونفس الفكره برضو ال1000 سبجكت اللي خدتهم من النورمال هبدا اقسمهم لاثنين، ناس عندهم سي او بي دي وناس ما عندهمش سي او بي دي. ابدا بعد كده اقارن المجموعتين ببعض واشوف ايهم اكتر. تمام، السي او بي دي عند الناس عندها دايابيتس ولا الناس الطبيعيين. ده اكزامبل للاكسبلوراتوري ريسيرش. بالنسبه للاكسبلوراتوري ريسيرش هنا بقى بجاوب على هاو اند واي. يعني انا عاوز اعرف هو بيحصل ازاي الموضوع ده، ليه الناس اللي عندهم دايابيتس بيجي لهم سي او بي دي اكتر من الناس الطبيعيين. ده لو انا وصلت النتيجه دي، او ازاي اساسا السي او بي دي بيتكون عند الشخص سواء كان طبيعي او سواء كان عنده دايابيتس. هنا بقى هبدا ان انا ايه اجاوب او احط اكسبلينيشن، احط تفسير للظاهره اللي قدامي. مثال الاكسبلناتوري ريسيرش هو الراندومايز كنترول ترايل، وده اشهر مثال. يبقى عندنا مجموعتين ابدا ان انا اقيس لهم، وبعد كده بامبلمنت اكسبيرمنتال انترفينشن whether this intervention هيبقى treatment or assessment، وبعدين نقيس لهم بعد الاكزامينيشن. في حالة الاكسبلوراتوري ريسيرش غالبا انا بتدخل شوية. يعني ايه بتدخل؟ يعني ممكن احط فاكتور واشوف الفاكتور ده هل هيأثر على نتائج التجربة ولا لا. في حالة الاكسبلوراتوري اللي هو الاستكشافي انا ما بتدخلش، انا جاست ان انا بقيس وبشوف الفروقات. انما في الاكسبلينيشن ممكن اتدخل. يعني انا لو الريسيرش بتاعي في مثلا عاوز اشوف نوع من انترفينشن معين هل هو افكتيف ولا مش افكتيف، ده اكسبلوراتوري ريسيرش. وده اللي هو دايما اغلب الراندومايز كنترولد ترايل بيشتغلوا عليه. النوع الاخير من الكلينيكال ريسيرش اللي هو التقسيمه الاخيره اسمها الديسكريبتيف ريسيرش. Descriptive research انا عاوز describe something، عاوز مثلا اشوف الاطفال مثلا الطبيعيين طريقة المشي بتاعتهم شكلها عامل ازاي وابدأ ان انا اوصفها. يعني مثلا اشوف الطفل اللي هو عنده 6 سنين الجيت فيلوسيتي عنده كام مقارنة بالطفل اللي عنده 12 سنة. هنا انا بوصف لو حصلت على normative data وابدأ ان انا اقول يا جماعة الداتا النورمال للشخص اللي عنده الطفل اللي عنده 6 سنين المفروض الجيت فيلوسيتي تبقى كذا، الكيدنس بتاعته تبقى كذا وهكذا. والطفل اللي عنده 12 سنه المفروض الجيت فيلوسيتي تبقى كذا والفوت انجل بتاعته تبقى كذا. يبقى انا يبقى عندي ريفرنس داتا. يبقى انا هنا كده جاست ان انا بوصف ظاهره قدامي. مثال على الديسكريبتيف ريسيرش عندي اللي هي الديفلوبمنتال ريسيرشز. الديفلوبمنتال ريسيرشز المقصود بيها ان انا مثلا عندي مجموعه من الاطفال وعاوز اعرف
هم هيقف هيقعدوا عند سن كام، هيقفوا عند سن كام، هيمشوا عند سن كام، ان كان بقى المجموعه دي الدياجنوز بتاعهم ايه. يعني ممكن يبقوا نورمال تشيلدرن، ممكن يبقوا سي بي، ممكن يبقوا عندهم داون سندروم، بس انا عاوز اوصل لداتا وصفيه الناس ترجع لها بعد كده يعني ايه كريفرنس. اشهر مثال على ديسكريبتيف ريسيرش ديفلوبمنت ريسيرش عندنا الدنفر. دنفر ده مبني على ديسكريبتيف ريسيرشز، او ان انا عاوز احصل على نورماتيف داتا لاي حاجه كريفرنس ليا يقول لي ان الحاجه اللي قدامي دي نورمال ولا مش نورمال. لو احنا رجعنا ورا شويه للكواليتيف ريسيرش، الكواليتيف ريسيرش هو في الواقع ديسكريبتيف ريسيرش. ليه؟ لان في الطريقه بتاعته الريسيرشرز بيروحوا للمكان ويبداوا يعملوا كويشنيرز ويبداوا يعملوا انترفيوز ويبداوا عن طريق الاوبزرفيشنز يجمعوا داتا ويبداوا ان هم يوصفوها. لو بصينا مثلا على الدنفر مثلا او طريقه تطوير الدنفر، اللي هم جمعوا مجموعه من الاطفال وبدا ان هم يتبعوا التطور بتاعهم عن طريق ان هم عملوا انترفيوز لاهالي الاطفال دول، عملوا اسسمنت للاطفال دول نفسهم على مدار 6 سنوات. ده اسمه ديسكريبتيف ريسيرش. ملحوظه اخيره عاوز اتكلم على فوائد كل نوع من الريسيرشز دي. مثلا اكسبلوراتوري ريسيرش الفايده منه ان انا ممكن اطلع الريسك فاكتورز اوف ديس اوردرز، وبالتالي اقدر ان انا لو بعد كده تجنبنا ريسك فاكتورز دي ممكن ما يحصلش الديس اوردر المعين ده. بالنسبه للاكسبلناتوري ريسيرش، من فوائد الاكسبلناتوري ريسيرش ان هو بيخليني اكتشف او اكسبلور نيو ميثود اوف اسسمنت اور انترفنشن واشوف الافضل فيهم ايه. بالنسبه للديسكريبتيف ريسيرش من الفوائد بتاعته ان هو بيطلع لي references data سواء كانت لـ subjects او لحالات abnormal or normal.